جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم نبدأها من صحيفة القدس التي نطالع منها في الصحة. الحمية النباتية تحد من السمنة المفرطة بمعدل النصف. جاء في تفاصيل الخبر، أفادت دراسة إسبانية أن المواظبة على الحمية الغذائية النباتية يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسمنة بمعدل النصف مقارنة مع الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية تعتمد على الإكثار من اللحوم والدهون الحيوانية. اخترنا لكم مشاهدينا من صحيفة الوسط البحرينية هذا الخبر، اكتشاف مغارة تحت الأرض يعيش بها السكان منذ الحرب العالمية الثانية. اكتشفت مغارة تحت الأرض تعود لفترة الحرب العالمية الثانية، وشيدها سكان مدينة كينت الأمريكية التي مزقتها الحرب، ويعيش في المغارة أكثر من 300 أسرة في الأنفاق مقيمين منذ اندلاع الحرب وإسقاط أكثر من 500 قنبلة نازية على البلدة. ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية، وباحثون يطورون تقنية هولوغرام جديدة أنحف من شعر الإنسان. طور باحثون أستراليون وصينيون تقنية هولوغرام جديدة مكنتهم من تطوير أنحف هولوغرام في العالم، وهذا الأمر يمكن أن يعمل على تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى التكنولوجيا بشكل كبير.